تعرف مدينة فورتاليزا البرازيلية بشواطئها الرملية البيضاء وغاباتها الاستوائية، ولكن ما عرف عنها أكثر من ذلك هي أنها كانت موقعا لحدوث إحدى أكبر سرقات البنوك في العالم، حيث سرق فيها ما يقارب 160 مليون ريال برازيلي، أي ما يعادل 70 مليون دولار أمريكي. ولكن ما هو أكثر جنونا من المبلغ المسروق هو الطريقة التي سرق بها البنك، والتي وصفت بأنها أشبه بأفلام السينما، في قصة مشوقة ومثيرة، والتي استمرت التحقيقات فيها على مدار سنوات، والتي أطاحت بالعديد من رجال الشرطة والمسؤولين الفاسدين. فكيف تمت عملية السرقة؟ وكيف دخلت العصابة للبنك؟ وماذا كان مصيرهم؟ أسئلة وأخرى تحمل الإجابة عن الدقائق القادمة من فيديو هذا اليوم. ولكن قبل الخوض في التفاصيل، ندعوكم مشاهدينا الكرام إلى الضغط على زر الإعجاب وزر الاشتراك، وكذلك تفعيل خاصية الجرس للتوصل إلى كل ما هو ممتع شيق وغريب. فلنتابع. في يوم السبت 6 من أغسطس من عام 2005، قامت عصابة تتكون من حوالي 30 شخصا بالتسلل إلى البنك المركزي في مدينة فورتاليزا البرازيلية عبر نفق قاموا ببنائه، وسرقوا ما يقرب 160 مليون ريال برازيلي. فقبيل 3 أشهر من الجريمة، قام اللصوص بتأجير بيت بالقرب من البنك، ووضعوا عليه ما يشير إلى أنه شركة للعشب الصناعي لتبرير عمليات نقل الأتربة لاحقا. ولجعل هذه الشركة تبدو كأنها حقيقية، قاموا بتعليق لافتة تعلن عن شركتهم، كما وضعوا عشبا صناعيا، وقاموا بشراء شاحنة صغيرة، ووضعوا إعلانا عن الشركة على جانبها، وقاموا بركنها أمام العقار الخاص بهم. وقاموا بعدها بالذهاب إلى كل منزل في الحي معرفين الناس بأنفسهم، ومعلنين أنهم خبراء الحدائق الجديدون في الحي. وبعد أن أصبحت شركتهم المختلقة كافية للتغطية على حفرياتهم، بدأ اللصوص الحفر باستخدام مناشير كهربائية وقواطع ونظام تحديد للمواقع ومجرفة، ونجحوا بحفر نفق بطول 4 أمتار إلى أسفل الشركة مباشرة، ثم بدأوا بالحفر باتجاه البنك. ويمكن القول أن النفق كان تحفة هندسية، فقد نجح اللصوص بحفر نفق بطول 80 مترا وبعرض متر تقريبا. وقام اللصوص بدعم النفق بألواح خشبية وإضاءة كهربائية ونظام لتقنية هواء النفق، كما أنفقت أموال طائلة في حفر النفق الذي استمر ل3 أشهر، حيث قدرت الشرطة فيما بعد أن كلفة إنشاء هذا النفق بلغت حوالي 200,000 دولار أمريكي. وعلى مدار أشهر نجح اللصوص باختراق الجدار الإسمنتي الذي يفصلهم عن البنك، وبذلك أصبحوا داخل خزنة البنك، وقاموا بنقل الأموال عبر النفق إلى العقار المستأجر، وبلغ وزن الأموال المسروقة ما يزيد عن 3 أطنان. وهناك قاموا بوضع الأموال في سيارات مجهزة للهرب وغادروا المنزل. ورغم ضخامة المبلغ، لم يكتشف أحد الأمر إلا في صبيحة يوم الاثنين مع عودة الموظفين من إجازة نهاية الأسبوع. وبعد أن نجح اللصوص في الهروب بالأموال دون أي عائق، لم يعلم موظفو البنك بما حدث حتى عادوا إلى عملهم صبيحة يوم الاثنين، حيث وجدوا الخزنة فارغة مع حفرة صغيرة فيها. لكن الأمر الأكثر غرابة كان أن أجهزة الإنذار وكاميرات المراقبة لم تكن تعمل في يوم السرقة. شكلت هذه السرقة أخبارا سيئة للحكومة البرازيلية، وذلك لكون البنك الذي تعرض للسرقة هو البنك المركزي. لذا بذلت الشرطة البرازيلية كافة جهودها في محاولة للتعرف على اللصوص والقبض عليهم، لكن اللصوص كانوا بارعين في إخفاء آثارهم. فقد وجد المحققون كمية كبيرة من مساحيق الطباشير البيضاء في كافة أنحاء النفق، والتي استخدمها اللصوص لتغطية بصماتهم. ولكن رغم ذلك، فقد تمكنت الشرطة من كشف بعض البصمات. وبعد عدة أيام، ارتكب أحد اللصوص ويدعى جوزيه تشارلز خطأ فادحا، حيث قام بشراء عدة شاحنات دفعة واحدة ودفع سعرها نقدا، مما جذب أنظار السلطات مباشرة ومكنهم من القبض عليه. تمكنت الشرطة من جعل هذا اللص يتكلم كاشفا كافة التفاصيل، حيث كشف للشرطة وجود شخص يعمل في البنك قام بمساعدة اللصوص، كما كشف تعاون بعض السياسيين الفاسدين،
وتمكنت الشرطة من وضع 10 أشخاص موضع اشتباه، ويعتقد أنهم من الأعضاء السياسيين في العصابة، ومن بينهم باولو سيرخيو، وهو من قام باستئجار العقار ببطاقة مزيفة، وكذلك ماركو روغيرو، والذي كان مشتبها بأنه أحد زعماء تهريب المخدرات في ساو باولو، وتشارلز وإلماو، والذي يعد مجرما خطيرا ذو سوابق، كما يعتقد بأنه أحد زعماء هذه العصابة والعقل المدبر لها، وكذلك مويزيس، الذي كان هاربا من السجن وشارك في عام 2004 في عملية سرقة سابقة في ساو باولو، والذي يعتقد بأنه من قام بتجميع أفراد العصابة وقام بالتنسيق فيما بينهم. وقد كان لمعظم هؤلاء العديد من الألقاب مثل بيك بوس والألماني. وبعد أن وضعت الشرطة قائمة بأسماء المشتبهين، بدأت عمليات المراقبة، ولم يكن هدف الشرطة هو القبض على النصوص فقط، بل استعادة أكبر قدر من الأموال المسروقة، وقاموا بفحص العقار المستأجر فحصا دقيقا. وفي أثناء البحث عن خيط واحد يقود للعصابة، عثر أحد أفراد الشرطة على بطاقة شحن الرصيد، ومن خلال تعقب الرقم الذي قام بعملية الشحن، تمكنت الشرطة من تعقب الهاتف لأحد أفراد العصابة ويدعى أنطونيو. فاستطاعت الشرطة التنصت إلى العديد من المحادثات التي جرت بينه وبين أفراد العصابة، وبعد تحديد موقعه تمكنت الشرطة من القبض عليه وعلى عدد من أفراد العصابة. وبعد التحقيق معهم تبين أن أحد الأفراد قام برشوة أحد حراس الأمن في البنك ويدعى أديلسون، والذي ساعد العصابة كثيرا في عملية السرقة من خلال معرفته الطويلة بالبنك وأماكن الكاميرات وأجهزة الإنذار، ولذلك استطاعت العصابة بطريقة ما تجاوز كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار. وبعد التحقيق مع المتهمين تمكنت الشرطة من التوصل لفردين من العصابة وقامت بمراقبتهم، واتضح أنهم كانوا يخططون لعملية سرقة أخرى بمشاركة أعضاء جدد، بعد أن استجروا بناية سكنية وبدأوا بالحفر. ولتتمكن الشرطة من مراقبتهم ودون لفت الأنظار، قاموا باستئجار بناية مجاورة لبناية العصابة. ولكن ما زاد الأمور تعقيدا هو دخول طرف ثالث في القضية، حيث علمت الشرطة من خلال التنصت على هواتف العصابة أن هناك من يبتز العصابة ويهددهم بالقتل إن لم ينفذوا ما يريدونه، وهو ما جعل الشرطة في حيرة شديدة من أمرهم. وبعد عدة أيام وصل رجلين للبناية، وكانت الشرطة تظن أن هذين الرجلين هما من يقومان بابتزاز العصابة. وبعد أن اقترب الرجلين من البناية للتحدث مع العصابة، طوقت الشرطة البناية من كل الاتجاهات، بالإضافة إلى أنهم وضعوا قناصين على الأسطح تحسبا لأي طارئ، وقاموا بعدها بمداهمة المبنى، وقبض على أفراد العصابة والرجلين، والذي تبين أنهما كانا من رجال الشرطة الفاسدين، وتبين أن اللصوص كانوا قد أوشكوا على الانتهاء من حفر النفق قبيل اعتقالهم. وبحلول العام 2008 ألقت الشرطة القبض على إلماو في أحد المتاجر، والذي كان يعتقد أنه العقل المدبر لعملية السرقة. وفي عام 2017 حاول الفرار من السجن، ولكن انتهى به الأمر بالرصاص والقبض عليه، ثم تم نقله بعدها بالمشفى في أحد السجون الفيدرالية. وفي النهاية جرت حملة طويلة ودامية للقبض على بقية النصوص، ونجحت الشرطة بالقبض على أفراد كثيرة منهم، بينما ظل بعضهم حرا طليقا. وقد عثرت الشرطة على رجلين من أفراد العصابة مقتولين، وقد اتضح فيما بعد أن العصابة كانت تتعرض للابتزاز والتهديد بالقتل من قبل العصابات الأخرى وبعض أفراد الشرطة الفاسدين، وهو ما دفع بعض أفراد العصابة لتسليم أنفسهم، وكان بعضهم ينتظر أن يلقى القبض عليه بعد أن كانت عملية السرقة تلك بمثابة اللعنة عليهم. وحتى يومنا هذا ما زالت هذه السرقة تعتبر من أكبر السرقات في التاريخ، وعلى ما يبدو فحتى أنجح المجرمين في التاريخ يرتكبون أخطاء لا تغتفر تسبب في اعتقالهم، ويبدو أن الطمع الذي غالبا ما يكون هو المحفز الأول لارتكاب الجريمة كان السبب في القبض على كافة النصوص في النهاية. أصدقائي، شاركونا آراءكم بالتعليقات. دمتم في أمان الله.